كسرى اللوزي كانت أول ضحايا السجادة الحمراء والسبب الهاي هيل طول الكعب. والله ما أعرف، هو مش طويل. أنا مشكلتي إن أنا أصلاً كاجوال جداً وبحب ألبس حاجات بسيطة، فأنا بكره الكعب، يعني بحس اللي عمل الكعب ده كان قصده يعذب الستات. بس كل هذا بيهون لحتى يظهروا ببيرفكت لوك، والواضح إنه الكعب العالي كان موتر الأكثر باختتام مهرجان الجونة. جوزي كان داخل معايا بقول له بس اتأكد ما وقعش على وشي بس من فضلك، عشان دي أهم حاجة بالنسبة لي المرة دي. لكن الحمد لله ما صار هالشي، فوقفت على الريد كاربت وأخذت صور كثيرة تماما مثل أمينة خليل اللي شكلها نسيت حالها وهي عم تعمل حركات للمصورين. سبت شنطتي وأنا داخل وما كنتش لاقيها، افتكرتها ضاعت. الحمد لله لقيتيها، فيها مصاري كثير؟ ما فيهاش مصاري خالص. في ناس شافوك انه نصحاني زيد شوي بالوزن، انت انا عم شوفك هلا على الحقيقه لا، بس يمكن بالصور عم تبينها. اولا انا عايزه اقول حاجه، شاهدوا التقرير كاملا على ايتي بالعربي اونلاين.